معنا عيش قدير. اللهم اجعل الارض مهدنا الحمد لله
يسر علينا يا الله كل عسير وتيسر الأسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا يا الله حاجاتنا يا رحمن حاجاتنا يا رحيم إليك كثير أنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم طول أمورنا يا الله بطاعتك وصحيح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وإذا الخير قليلا وعن شر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة ونصرا وعلا. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زلة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم أصلح ديننا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب المساكين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها نعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج ارحم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. ارفع عنا الغلا والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إن ليسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين وافتح لنا يا الله فإنك خير الفاتحين واغفر لنا يا الله فإنك خير الغافرين وارحمنا يا الله فإنك خير الراحمين وارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين واحفظنا يا الله فإنك خير الحافظين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاغفرني ولوالدي ورب ربي صغيرا فاغفر لي 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 ولوالدي ورب ربي صغيرا.
استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 يا الله بها يا الله بها يا الله بها استغفارها الله بها يا الله بها الله بها استغفارها يا الله بها يا الله بها الله بها استغفارها Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib pada waktu Allah sudah sampaikan, kita akan melaksanakan salat sunat taubat 2 rakaat yang mana solinya niat soli sunat taubat 3 rakaat ini makmuman lillahi taala dalam hati. Saya pun melaksanakan mengajarkan salat taubat sunat taubat 2 rakaat menjadi makmum karena Allah. Jadi surat yang kita baca namun biar hafal setelah membaca Al-Fatihah. Ini ada yang dianjurkan membaca surahnya Waladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazawum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtil anhar khalidin fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca doa
ومن يأمر سوءا أو يظلم نفسه ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Nah, bagi yang tidak hafal tidak jadi masalah. Begitu ya, setelah membaca Al-Fatihah biar membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, di rakaat kedua biar membaca setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad tidak jadi masalah. Kemudian di sujud terakhir kalau biar hafal membaca doa yaitu Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما استعنت من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أسألك لي. Kemudian nanti setelah itu bangun assalamualaikum, kemudian kita baca doa. Nanti insyaallah doa Sayyidul Istighfar ini kita ulangi lagi bersama-sama beriringan biar mengiringi ulun ya, 3 kali lah kita ulangi membaca doa istighfar ini setelah salat taubat. Setelah itu kita lanjutkan dengan salat sunat hajat 2 rakaat. Lafaz niatnya usolli sunatul hajati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahajaku salat hajat 2 rakaat mengikut imam atau mirip makmum karena Allah ta'ala. Setelah dia membaca Al-Fatihah nantinya, dia membaca ayat kursi 1 kali. Di rakaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca Amanar Rasul sampai selesai, sampai kafirun. Bagi yang tidak hafal pun tidak menjadi masalah. Cukup dia membaca di, setelah surah pertama, di rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, membaca Qul ya ayyuhal kafirun juga. Di rakaat yang kedua, dia membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian di sujud terakhir nanti dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah 10 kali. Kemudian selawat kepada Nabi 10 kali. Kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 10 kali. Bagi yang ada kemampuan semampunya di sujud terakhir. Yang penting pian berdoa di hati pian di sujud terakhir itu minta kepada Allah apa yang terbaik untuk tahun ini supaya Allah merubah daripada kehidupan kita yang menjadi lebih baik lagi. Kemudian nanti setelah kita membaca setelah doa ya, setelah salam dan doa kita lanjutkan membaca Yasin 3 kali. Nah itulah kira-kira dulu sementara rangkaian yang akan kita laksanakan. Baik, sama-sama kita melaksanakan salat hajat 2 rakaat. Jadi salat hajat ini sebenarnya kada menghadap imam menyaring tidak, ini bacaannya nanti sir. Artinya setelah membaca Allahu Akbar ya imam, boleh membaca wajah itu, kemudian Al-Fatihah, itu baca masing-masing. Ya. Jadi maksudnya bacaan itu masing-masing, pelan semua. Demikian insya Allah. Baik, kita mulai. Tobat dulu kan aja dulu? Tobat dulu baru aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan lagi rapatkan pesan kita sebagaimana biasa. La haula wa la quwwata illa billah. Imam lillahi ta'ala Allahu Akbar.
حميدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Baik, biar ngiringi ulun membaca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Tiga kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلاة الحاجات رحمكم الله.